شكرا محمد، لكن اسمحوا لي قبل ما نتابع جولتنا في صحافة النهاردة عايز أتكلم في موضوع مهم. طبعا كلنا شايفين حجم التأثر والتعاطف من كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية مع لبنان الشقيق بعد الانفجار الكبير اللي حدث في مرفأ بيروت والدمار اللي نتأ جراء الانفجار ده. طبعا مصر كانت من أول الدول اللي بدرت بتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في لبنان. الدعم والمساندة ما زالوا متواصلين مع الأشقاء، وعايز أقول لحضراتكم أن المجلس المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين أرسل خطاب أو بيان لسفير جمهورية لبنان بالقاهرة. البيان ده تقدم فيه باسمه واسم أعضاء المجلس الأوروبي لجمهورية لبنان قيادة وشعبا بخالص التعازي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجلس المصري الأوروبي أكد التضامن الكامل مع لبنان والوقوف بجانبه في الظرف العصيب، كمان أكد ثقته على تجاوز المحنة. وناشد النائب محمد أبو العينين الدول العربية والمجتمع الدولي بتسخير كل الإمكانيات وزيادة المساعدات والتمويل اللازم لتوفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات إعادة البناء للمتضررين. اسمحوا لي أقرأ على حضراتكم نص البيان، لأنه في الحقيقة بيان مهم وبيعكس حجم الدعم للأشقاء في لبنان. معالي السيد السفير علي الحلبي سفير جمهورية لبنان بالقاهرة، تحية تقدير واحترام، وبعد باسمي وباسم أعضاء المجلس المصري الأوروبي أتقدم لسيادتكم ولجمهورية لبنان الشقيقة قيادة وشعبا بخالص التعازي في ضحايا الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأؤكد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق ووقوفنا بجانبه في هذا الظرف العصيب، وثقتنا الكبيرة في قدرة لبنان على تجاوز هذه المحنة الأليمة. لقد أظهرت هذه الفاجعة حجم التآزر والتضامن الدولي الكبير مع لبنان، وأكد تدفق المساعدات وفرق الإطفاء والإغاثة من العديد من الدول بأن الشعب اللبناني الشقيق لن يترك وحيدا في مواجهة هذه المعاناة، وأن للبنان أشقاء وأصدقاء في العالم العربي والعالم أجمع يمكنه الاعتماد عليهم في هذه الأوقات الصعبة. لكن بالنظر إلى هول الكارثة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحجم الدمار الذي يفوق التصور، وبالنظر إلى أنها تأتي في غمرة الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا والتحديات السياسية المعقدة محليا وإقليميا، فإننا نناشد الدول العربية والمجتمع الدولي لتسخير كافة الإمكانيات وزيادة المساعدات والتمويل اللازم لتوفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات إعادة البناء للمتضررين. ندعو الله بأن يخرج لبنان من هذه الأزمة أكثر قوة وأكثر تواجدا في مواجهة الأخطار والتحديات، لينعم بالأمن والاستقرار والازدهار الذي يستحقه. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجلس المصري الأوروبي. الخطاب زي ما قريته لحضراتكم في غاية الأهمية، واستمرار لحالة الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان.